ده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم عن الكوبريشن دياجرام السايكلو بنتا داينايل كتايم امين الكوبريشن دياجرام. بنت داينايل كتايم اند اون سايكل اديشن. يبقى هنتكلم عن سايكل داينايل وهنشوف هنبص عليها من ناحية ال هنشوف مين الكاتاين والأمان هو السامري اللارت. طب نشوف شكل البنت داينايل كاتاين كده في شرم كده ده كاتاين بنتا داينايل كاتاين بنتا داينايل أمان بالشكل ده. نشوف رقم واحد بنتا داينايل كاتاين ميث إيثيمين. زائد اثنين التفاعل هيمشي ازاي؟ المركب بالشكل ده نضرب حد هنا دبل بوند تحت هنا. هنشوف ان انا اتكون عندي من هنا فور باي الكترونز يعني دبل بوند وهنا تو باي الكترونز دبل بوند وان دبل بوند تو سيجما تو سيجما كونوا عندي واللي اتبقى منهم زي ما احنا شايفين كده ده اسمه. لو نلاحظ ان هو كربونه الثانية الثالثة اسمه الله كتر تمام. بنكتب التفاعل بنكتب ناحية الرياكتنت اللي هي بنت الماي كتر سيجما الليل قطعين
غالبا هنا انا عندي، لما اجي اكتبها من ناحية يعني ده، يعني هقدر اقول ان هو التفاعل ده باي فور سوبرفيشال باي تو سوبرفيشال، ده من ناحية القطعين. يعني بقى عندي إبساي من واحد إلى إبساي خمسة، وعندي باي باي ستار، يعني عندي خمسة مولكلر أوربيتالز، اتنين مولكلر أوربيتالز لازم يديني اتنين سيجما. زائد تلاتة تايم زائد تلاتة أوبسس أوف الله، هنشوفها في الرسم. يعني كده إن إحنا بقى عندي سبعة مولكيولار أوبسس رياكتانت، إديني سبعة مولكيولار أوبسس بروتوكت. نشوف بقى نقسم المولكيولار اوربيتالز ازاي. نقسم نبتدي نقسم المولكيولار اوربيتالز بتاعت الكاتاين. طيب نشوف شكل ساي واحد، ساي واحد، ساي اتنين، ساي تلاتة، ساي أربعة، ساي خمسة. طيب ممكن أوبس تحت ساي طبعا خمسة كربون، خمسة بي اوربيتالز على كل ذرة زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده الرياكتنت، زي اللي عندي إيثيلين، إيثيلين فيه باي. طيب عارفين ان اول مولكيولار اوربيتال بيبقى البوزيتيف كله فوق، بوزيتيف 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 بوزيتيف، والمولكيولار اوربيتال التاني بيبقى في البنتانيل بوزيتيف بوزيتيف، يعني زيرو زيرو نيجاتيف نيجاتيف اللي فوق، دايما بتكلم على فوق. تالت واحد بيبقى بوزيتيف زيرو نيجاتيف، بوزيتيف ضرب واحد، يعني هنا في اتنين زيرو، احنا بوستيف دايما ببتدي بوستيف بوستيف نيجاتيف تحت هنا زيرو بوستيف نيجاتيف بتزيد واحدة، هنا هيبقى بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف بوستيف. يبقى دي سهلة، آخر واحدة أول واحدة، واحدة كلهم جوا فوق التانية آخر واحدة تبادل. يعني أنا ممكن أختصر الرسم إن أنا بالأجزاء اللي فوق، يبقى إيه خمسة بوستيف 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 بوستيف، اللي بعديها بوستيف بوستيف زيرو نيجاتيف نيجاتيف، تالت واحدة هيبقى بوستيف زيرو
نيجاتيف، زيرو، بوزيتيف، ضربة واحدة هيبقى بوزيتيف نيجاتيف، زيرو، بوزيتيف نيجاتيف، خامس واحد هيبقى بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف. طبعا الباي بوزيتيف، بوزيتيف، اللي بساي ستار بوزيتيف، نيجاتيف، بوزيتيف، نيجاتيف. تمام، ده الشكل. احنا يعني لازم نبقى حافظين دايما الشكل بتاع المولوك الاوربيتالز بتاعت النورمال تشين. يبقى هنقدر نقول ان بساي واحد بوزيتيف، بساي واحد بوزيتيف، 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 بوزيتيف. بساي اتنين بوزيتيف، بوزيتيف، زيرو، نيجاتيف، نيجاتيف. الترتيب بتاع الطاقة بيجي بعديها باي، بوزيتيف، بوزيتيف، نان، بوندنج، انرجي. لازم نبقى عارفين ان بوندنج انرجي هو الخط بتاع الصفر بتاعي، يبقى كل التلاتة اللي تحت دول هو الجراوند ستيت. على الخط نون بوندنج بالظبط بيجي اللي هو بساي تلاتة على الخط، بساي تلاتة ده اللي هو بوزيتيف، زيرو، زيرو، بوزيتيف، في باي ستار بعد كده اللي هو بوزيتيف نيجاتيف، في بعد كده بساي. تبص نيجاتيف زيرو، بوزيتيف، نيجاتيف، صاي خمسة في الآخر خالص اهي، نيجاتيف، بوزيتيف، نيجاتيف، بوزيتيف. عايزين نشوف السيمتري بتاعتهم، ان انا هدخل خط في النص بينهم تماما. يعني هنا مثلا لو حطيت ميرور ايمج ام كده، هلاقي ان اساي واحد دي سيمتري، واساي اتنين ايه سيمتري مش متبس، لو حطيت ميرور هنا كده باي هلاقيها سيمتري، باي تلاتة هلاقيها سيمتري برضو، بساي داش هلاقيها اسيمتري، باي أربعة لو حطيت مية هلاقيها اسيمتري برضو، باي خمسة لو حطيت الإيميج هنا هلاقيها سيمتري. يبقى في الرياكتنت سيمتري، اسيمتري، سيمتري، سيمتري. اسيمتري، اسيمتري، سيمتري. تمام، فانا ممكن احط جدول، احط جدول للكلام ده. احنا ينفع عندي بلاس من الكوزيشن دايجرام، احط جدول كده بالنسبة للإم، نحط سبعة، صاي واحد، صاي اتنين، باي، صاي تلاتة، باي ستار، صاي أربعة، صاي خمسة، عشان هو سيمتري،
اسيمتري سيمتري سيمتري اسيمتري اسيمتري سيمتري. تمام تمام ده احنا دي بالنسبة لي الاكسنت molecular orbital symmetry. تعال نشوف بقى البرودكتس. البرودكتس اتكون لي ايه؟ او هي يعني ايه هي برودكت مش برودكت اتكون لي 2 سيجما ليهم نفس الطاقة 2 سيجما هاد سيجما انرجي يعني ايه 2 يعني حسب بينهم حاجة اسمها لينير كومباينيشن بتكون عندي اللايت كاتاين دي اللايت كاتاين و 2 سيجما احسن بالدين كومبينيشن يعني ايه 2 سيجما احسن بالدين كومبينيشن يعني هيبقى عندي سيجما زائد سيجما بي هيديني ايه بقى سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 ستار سيجما ماستر. طيب مين اللايل كتاين هيديني سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3. تمام تمام طب نشوف كده نشوف الشكل بتاعهم نشوف السيجما 1 والسيجما 2. طيب السيجما دي سيجما 1 بتبقى عاملة كده دي شكل الترابط السيجما سيجما 1 قبل الشكل الكربوني الباقي بوستيف 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 يعني بوستيف 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 دي سيجما 1 اهي بوستيف بوستيف التراب بتاع بوستيف بوستيف فوق نيجاتيف 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 نيجاتيف. تمام تمام طب نشوف الشكل التاني بتاع سيجما هيبقى بوستيف بوستيف هنا في ترابط بين نيجاتيف نيجاتيف يعني هيبقى هنا اللي فوق هتبقى نيجاتيف بوستيف بوستيف نيجاتيف هيبقى بوستيف نيجاتيف بوستيف. دي هتبقى سيجما 2 سيجما 1 دي سيجما 2 واضح ان دي لو حطينا مرايه هنا على الانعكاس بص 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 يبقى دي ايه سيمتري لو حطينا هنا مرايه هنا مفيش مرايه يبقى دي ايه السيمتري. طب نشوف سيجما 3 وسيجما 4 اللي هو الانتي بوندنج هتبقى بالشكل ده بوزيتيف بعد كده نيجاتيف بعد كده بوزيتيف بعد كده نيجاتيف ونفس الشكل اللي هناك بوزيتيف نيجاتيف دي سيجما
ثلاثة انتي بودك. لو حطيتنا ده هنا هلاقي ان في سيمترية ام 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 بدي سيمتري. طب هشوف اللي سيجما 4 انتي بوندنج شكلها كده. تبقى هتبقى هنا بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف، هنا هتبقى بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف. يعني هتبقى الشكل العام بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ بوستيف نيجاتيف بوستيف نيجاتيف، وديت هتبقى نيجاتيف بوستيف نيجاتيف بوستيف. ودي سيجما 4 ثلاثة، دي هتبقى اسيمتري اسيمتري. يبقى احنا كده عرفنا الاتنين سيجما بوند اللي هما اتحدوا مع بعض دون 4 موليكولار اوربيتال بالمنظر ده. يبقى انا فاضل لي كده ايه؟ الالايل كاتاين. الالايل كاتاين ده 3 كربون سيان كده كده كده. واحد ستة اتنين ستة تلاتة. هكمل الشكل بتاعه في الألايل كاتاين. أول بلوكة أوضة بوستف 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 بوستف. ده ولكن هو ده سيبتري، ده هيبقى بوستف زيرو نيجاتيف بوستيف زيرو نيجاتيف. واضح ان ده اسيمتري. تالت واحد سهل جدا زي ما احنا اتفقنا، اخر بوستيف في تبادل بوستيف نيجاتيف بوستيف، هيبقى بوستيف نيجاتيف بوستيف. وده واضح ان هو فيه سيمترية، يبقى سيمتري. فانا كده الالايت كتاين رسمته، تلاتة وبيكو جوز بيبقى عندي تلاتة، وأربعة سيجما بيبقى عندي سبعة، والرياكتنت بقى سبعة. يبقى كده سبعة مولكيولار اوربيتالز في الرياكتنت، قدامهم سبعة مولكيولار اوربيتالز في البرودكت. نرسم جدول زي ما عملناه للرياكتنت. حط ده مولكيولار اوربيتال، هنحط الميدل بين سيمتري 2 3 4 5 6 7. يبقى هنحط اول دايما اول اتنين بيبقى سيجما 1 سيجما 2، وهنا سيجما 3 على طاقة سيجما 4. التلاتة هيتبقوا اللي هو سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3 داخل اللي هو الله يلك كتاي. فانا ده سيمتري اسيمتري سيمتري اسيمتري سيمتري سيمتري اسيمتري. تمام تمام ده فكرة كل الرسم ده او كل الحاجة دي تنطبق على الكتاين والانايم. الفرق كله لما نيجي نرسم الاكيوبيشن او نرسم الالكترونات اللي هتشغل الملك الاوربيتال. طب ازاي؟ نشوف كده مع بعض، نرسم كده دي اكتنت مثلا. هنقول مثلا هنا في واحد اتنين باي صوي تلاتة نسمع في اتنين
باي ستار، طالما في اتنين تحت الباي يبقى في اتنين فوق الباي ستار، يبقى كده باي ساي أربعة ساي خمسة تمام. ده كتاين، كتاين يعني بيبقى عندي طبعا الإيثيلين، بيبقى الاتنين الإلكترون دول بتوع الإيثيلين، بيبقى عندي 4 إلكترونز بس موجودين في السيستم. السيستم بيبقى فيه أربعة إلكترونز بس، هنا 2 إلكترونز وهنا 2 إلكترونز، يبقى فيه 4 إلكترونز. ده بالنسبة للرياكت. طب بالنسبة للبرودكت، مثلا سيجما واحد سيجما اتنين، ده أقل طاقة ممكنة، هنا فوق هيبقى سيجما تلاتة ستار، وهنا سيجما 4 ستار تمام. هنا هنرسم هنا تحت الباي، هنا بشوية هنرسم هنا ثيتا واحد بتاع اللايت سيستم، ثيتا اتنين، وهنا فوق بشوية هنا ثيتا تلاتة ستار. اللي تحت ده هنا، كل اللي تحت ده جراوند ستيت، جراوند ستيت. طب هنا شغلنا هنا 2 4 إلكترونز، 4 إلكترونز زائد 2 إلكترونز بتوع الإيثيلين تمام. تمام، هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي ثيرمالي، ده ثيرمالي. ثيرمالي يعني ايه؟ يعني مفيش اكزيتيشن. ثيرمالي، ثيرمالي يعني ايه ثيرمالي؟ اذا نو اكزيتيشن، نو اكزيتيشن. هشوف اللوست، اللوست مولكيولار سيمتري. يعني ايه اللوست مولكيولار سيمتري؟ يعني اشوف السيمتريات المتشابهة، سيميلار سيمتري. سيميلار سيمتري يعني ايه؟ يعني مثلا ساي واحد ده هكتب السيمتري بتاعتهم، بتاعت كل واحدة، يعني هكتب ان دي سيمتري، اللي فوقيها السيمتري، سيمتري دي سيمتري، دي السيمتري، دي سيمتري. طب بالنسبة للبرودكت نفس الحكاية، سيمتري، اسيمتري، سيمتري، اسيمتري، سيمتري، سيمتري. تمام، شوف الليست يوشن من اقل سيمتري لاقل سيمتري. تمام كده تمام، وقال ايه السيمتري لاقل السيمتري اهي. تمام، وباي سيمتري لاقل سيمتري اللي هي اهي. يبقى انا عندي اتنقلت من يبقى انا اتنقلت من ساي واحد اتنين بساي اتنين في 2 إلكترونز وباي في 2 إلكترونز. اتنقلت ثيرمالي الى ايه؟ هنشوف. اتنقلت لهم ثيرمالي، اتنقلت من ساي واحد اتنين الى سيجما واحد اتنين اهي، واتنقلت من ابساي اتنين، ابساي اتنين
تقيلة، سيجما 2، سيجما 2 2 الكترونز، دي بساي 1 بساي 2 فيها 2 الكترونز، يبقى هتروح بالاتنين الكترونز بتاعتها بساي 2. ومن باي اتنقلت الى ثيتا 1، ثيتا 1 الاتنين الكترونز، 2 باي اتنقل الاتنين الكترونز. تمام. يبقى التفاعل ملخصه ايه؟ ده اتنقلت من بساي 1 بالاتنين الكترونز بتوعها، خدت من الإبساي 2 بالاتنين الإلكترونز بتوعها، من باي فيرمالي إلى سيجما 1 بالاتنين الإلكترونز إلى سيتا، سيتا 1 بالاتنين الإلكترونز. طب أنا بلاحظ حاجة، دي جراوند ستيت أوف رياكتنس، هلاقي ان دي ground state of product. اذا this is cycle addition action thermally allowed. thermally allowed for pentadienyl كتايم. في الكتايم دي هتبقى ثيرمالي الاوت. طب بالنسبة للكتايم، الكتايم اللي هيحصل، انا عندي هيبقى عندي صير واحد صير اتنين باي صوت ثلاثة ويس ويس طوال سيجما ايه بساي اربعة بساي خمسة. الفرق ان هيبقى عندي هنا تو الكترونز هنا، تو الكترونز هنا، تو الكترونز هنا، وعندي هنا نيجاتيف تشارج، هتحط هنا هتبقى هنا ايه في الأبسايد 3 هيبقى ايه ايه ده هتبقى ايه ماي اوهمو الأبسايد 3. الأول في الحالة الأولى أبساي، الهومو كان اللي هو ايه الباي. تمام كده، نشوف السيمتري بتاعتهم، سيمتري السيمتري سيمتري سيمتري اسيمتري اسيمتري اسيمتري. نسبة للبرودكت زي ما هي، اللي هي سيجما واحد سيجما اتنين سيتا واحد سيتا اتنين تلاتة سيجما تلاتة ستار سيجما أربعة ستار. دي هتبقى برضه سيمتري اسيمتري سيمتري اسيمتري سيمتري سيمتري اسيمتري. برضه هنوصل نفس الحكاية، اسيمتري 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 سيمتري سيمتري. لكن عندي باي تلاتة سيمتري، أقرب سيمتري ليها وأنا هطلع إيه ده ساي سيتا تلاتة، سيتا تلاتة دي هتبقى اسيمتري 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 ودي اسيمتري اسيمتري. يبقى نشوف اللي هيحصل ايه بالنسبة ايه للأنايم. اذا هو بنتا داينايل أنايم، يبقى عندي ايه ساي واحد اتنين ساي اتنين اتنين باي اتنين ساي تلاتة اتنين. ده هيضيفه هيبقى سيجما واحد اتنين سيجما اتنين ثيتا واحد اتنين
وهنا دي الاف ساي 3 2 هتنتقل الى ثيتا 3 2. طيب دي ground state of an ion، وده الهومو، بس ده not excited طبيعي. طب انا هفوجئ ان انا ثيتا 1 ثيتا 3 دوت، ده انا تخطيت كده ثيتا 2، يبقى معنى كده ان انا في ايه، مش فيرست جراوند ستيت او مش فيرست اكسايتد ستيت، انا في دبلي اكسايتد ستيت. انا ما ينفعش اتنقل من جراوند ستيت الى دبلي اكسايتد ستيت، من جراوند ستيت الى دبلي اكسايتد ستيت اذا فيرمالي فوربيدن. دي اللي هي بنتا داينايل اناين، يبقى مسموح بيها اللي هو ايه الكاتاين لوحده. وشكرا لكم، شكرا لكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم، مع تحياتي من الخميس.